سلمان. سمو الأمير، مشاريع كبرى في صندوق الاستثمارات العامة، نيوم، الجدية، البحر الأحمر، روشن. أنا أريد أسألك تحديدا عن المشروع الإسكاني روشن، أعطيني تفاصيل عنه، احتحكي لي عن هذا المشروع. طبعا كان من أحد أكبر التحديات اللي هو رفع نسبة الإسكان، وكان هو أكبر مطلب للمواطن. وكان فعلا إحنا نسب الإسكان عندنا متدنية مقارنة بالمتوسط العالمي اللي هو 60%، فكنا إحنا 47%. وكنت قلق أنه في مرحلة نعيد فيها هيكلة أو نصنع فيها مركز الحكومة بأدواتها الكاملة وبتحديات لإعادة هيكلة وزارة الإسكان، أنه ما نقدر نحقق إنجازات في الوقت القصير الأربع سنوات الماضية، وأنه قد تخفق وزارة الإسكان أو تتأخر في تحقيق المستهدفات اللي فيها نظرا لحجم التحدي الموجود من قانوني إلى هيكلة إلى سياسات إلى نفس الوزارة إلى قيادات إلى فرق عمل إلى آخره. فكنت أبغى أتأكد أنه عندنا بلان بي يقدر على الأقل يخدم هالجانب. هذا هدف، في هدف آخر بذكر بعد شوي. فعملنا صندوق الاستثمارات العامة أنه ننشئ شركة روشن، خصوصا لما ننظر للطلب على الوحدات السكنية المتوقع للعشر سنوات القادمة قد تتجاوز 4 مليون وحدة سكنية. فعملنا روشن لاستهداف 1 مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات عندما أنشئت، بربحية متدنية للغاية 2.5% إلى 3%، عشان تكون في يونتس أفوردبل للمواطنين في حال ما استطاعت وزارة الإسكان أنه تحقق العمل المطلوب منها بناء على مرسم. أنشئت الشركة، لحسن الحظ وزارة الإسكان نجحت في العمل المطلوب مع الجهات الأخرى اللي تعمل معاها. عدلت مستهدفات شركة روشن إلى 2030 لتقديم 1 مليون وحدة سكنية تقريبا. فهذا كان الهدف الأول. الهدف الثاني من روشن، للأسف يعني أقدر أقول لك أكثر من 95% من المطورين العقاريين في المملكة العربية السعودية بدائيين للغاية. يعمل لك المخطط، ما يوصل لك الصرف الصحي، ما يوصل لك الموية، ما يوصل لك الكهرب، ما يوصل لك الاتصالات، ويبيعك المخطط بدون أي خدمات. يشتري المواطن بيبني بيته ونبدأ نعاني من المواطن يطلب كل خدمات، حفريات، شوارع سيئة، لاندسكيب سيء، خدمات سيئة في الحي. فما في شك البلد في حاجة إلى مطور عقاري قوي جدا يضع الستاندرد، بحيث القطاع الخاص إذا أراد أن يطور بنفس الستاندرد الطبيعي اللي يعمل في الدول المتقدمة في أنحاء العالم. وهذا كان الهدف الثاني لشركة روشن. فشركة روشن لن تبني 4 مليون وحدة سكنية، هي فقط سوف تبني 25% من الطلب في المملكة العربية السعودية، لكن القطاع الخاص ما حد راح يشتري منه إذا ما طبق نفس الستاندرد اللي يطبق في شركة روشن. طبعا لما عدلت مستهدفات ارتفعت ربحية شركة روشن تقريبا 7% أو أكثر لمشاريعها الإسكانية. فهذا هدف آخر أنه ويسد الستاندرد من ناحية ترفع سقف. طبعا هذه فكرة ليست جديدة، فكرة هذه كانت مطروحة في وقت الملك فيصل وبداية وقت الملك خالد من الأمير العم الأمير مساعد عبد الرحمن، وجوبه معارضة من بعض الوزراء ومسؤولين بأنه يتاح مجال القطاع الخاص، ورفضت فكرته. وبسبب هذاك الظرف التاريخي حدث ما حدث في المخططات السيئة والخدمات السيئة التي تقدم للوحدات السكنية والوحدات العقارية في المملكة العربية السعودية. لو عمرت هذه من ذلك الوقت كان اليوم عندنا من أكبر شركات تطوير عقاري في العالم. لكن أن تأتي اليوم خير من أن لا تأتي أبدا. فاليوم شركة روشن تستهدف التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية لتلبية جزء من الطلب الموجود. هو 1 مليون وحدة وعلى كلامك أنه 7% معناته الربح ما هو بعالي، لكن إيش الميزة اللي بلقاها في 7% بالنسبة لنا هو مسلف صندوق من 6-7% لصالح التنمية في المملكة العربية السعودية. استثماراتنا خارج المملكة العربية السعودية نستهدف فيها فوق 10%، لكن داخل المملكة السعودية نرضى من 5-7%، حتى بعض المشاريع إلى 4%. لكن إيش ميزة